بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة مع رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أحمد الشيخ أوجه التعاون المشترك والعمل على سرعة إزالة كافة العقبات التي تواجه الشركات المساهمة وخاصة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، بما ينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار في مصر. تناول اللقاء دراسة العديد من التوصيات والإجراءات التي من شأنها تيسير إنجاز الأعمال وفقا لتوقيتات زمنية محددة، والعمل على تذليل كافة الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات. واتفق الجانبان على تيسير الإجراءات وسرعة إنهاء إجراءات زيادة رؤوس الأموال وتعديلات النظم الأساسية للشركات، وكذلك سرعة إنهاء طلبات نقل ملكية أسهم الشركات العاملة في قطاعي الصحة والدواء. يواصل معرض السلع الغذائية بدمياط بيع جميع السلع بأسعار مخفضة، وأكد مدير الشؤون الاقتصادية في الغرفة التجارية بدمياط وليد الشناوي أن المعرض يضم 20 قسما على مساحة 2500 متر مربع، ويشارك فيه 12 عارضا قاموا بتوفير جميع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية. طبعا المبادره يعتبر من المبادرات الممتازه جدا، لان الاسعار هنا يعتبر في المعرض مخفضه جدا بنسبه من 20 ل 30%. المعرض الحمد لله متوفر فيه كل السلع الغذائيه من خضروات وفاكهه، وعندنا دواجن ولحوم، وموجود ايضا الرز والسكر والزيت، كل ده موجود باسعار يعني مخفضه بشكل كويس جدا. والله انا جيت هنا والاسعار هنا جميله جدا، وجميع السلع متوفرة جدا وبجودة عالية. المعرض جميل قوي، في حاجات حلوة قوي، في حاجات رخيصة جدا، يعني البيض بره ب130 و135، هنا ب120، حاجة كويسة. دخلت محافظة الأقصر عصر الصناعة من خلال مجمع البغداد الصناعي الذي تأسس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا وقد أقيم المجمع على مساحة 48 فدانا يشمل وحدات مخصصة لعدد من الأنشطة المتنوعة، ويتيح نحو 5700 فرصة عمل. بعد عقود من اعتماد الأقصر على قطاع السياحة كمصدر أساسي للدخل، دخلت المحافظة عصر الصناعة من خلال مجمع البغدادي الصناعي الذي تأسس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. المجمع مقام على مساحة 48 فدانا، ووحدات المجمع مخصصة لعدد من الأنشطة المتنوعة، ومنها الغذائي والهندسي والكيماوي والملابس الجاهزة والمفروشات ومواد البناء، وأسس بإجمالي تكلفة تصل إلى 816 مليون جنيه، ويتيح نحو 5700 فرصة عمل. ويضم المجمع العملاق 206 وحدات صناعية، 47 منها بدأت العمل بالفعل، من بينها مصنع الأمين للمجازر والإنتاج الحيواني والذي يصنع منتجات الأسماك واللحوم والدواجن. ابتدينا الأول في التربية، ربينا الكتكوت، سمنا، هدينا، عملنا مجزر دواجن آلي عندنا في إسنا وادي النسيم، وبعدين فكرنا في فكرة إن إحنا إزاي نسمن من المنتج المحلي بتاعنا، فبدأنا بمصنع المصنعات. كانت مبادرة حلوة من سيادة الرئيس إن يعمل لنا المجمعات دي هنا ووفر لنا الإمكانيات، بسم الله ما شاء الله ما كناش نحلم بيها بجد. يعني عمليات الإنتاج تبدأ من استلام المنتج ثم تجهيزه على الخط الآلي مرورا بمراحل الطهي أو القلي أو السلق. احنا بعد ما تخرجنا على طول لقينا فرصة عمل كويسة. أنا مسؤول هنا عن الجودة، المنتج من أول ما بيدخل لازم بيطهر ويتعقم، وبعد ما بيخرج بيبدأ المرحلة بتاعتنا من التطهير والتعقيم وبتنتهي بالتطهير والتعقيم. ويعد مجمع البغدادي الصناعي أولى خطوات الأقصر على طريق الصناعة والمستقبل الجديد، فقد تم طرحه أمام المستثمرين في أول منطقة صناعية بمحافظة الأقصر.
في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بدعم من احتمال تمديد أوبك بلس خفض الإمدادات أو تعزيزه، وارتفعت العقود الأجل الخام برنت بنسبة 69% إلى 58% دولار للبرميل، كما صعدت أيضا العقود الأجل الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 77% مسجلا 75.44 دولار للبرميل، وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.36% لتصل إلى 2.79 دولار للتر. في المقابل هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.68% لتسجل 2.71 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع وسط توقعات بزيادة تمديد تخفيضات إنتاج النفط من قبل مجموعة أوبك بلس، وصعد مؤشر دبي للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق مرتفعا 4% بفضل مكاسب في جميع القطاعات تقريبا، وفي أبو ظبي صعد المؤشر 3%، كما صعد مؤشر السعودي 2% لينهي خسائر الجلسة السابقة، وذلك بدعم من مكاسب قطاعات الطاقة والتمويل الرعاية الصحية والمواد الخام. وفي المقابل واصل المؤشر الرئيسي في بورصة قطر الانخفاض للجلسة الخامسة على التوالي، وأغلق متراجعا بنسبة 2%. انتهت جولتنا الاقتصادية في نشرة السادسة، وعودة من جديد إليكما إلهام ودينا. شكرا لك شروق أحمد.